لي هو سينموم زيلانيكوم، سينموم أروماتيكا، سينموم زيلانيكوم، أسماء شجرتين مختلفين تماما. شجرة القرفة المزيفة الكاسيا تنمو في دولة الصين والفيتنام وإندونيسيا، بينما شجرة القرفة الحقيقية سينموم زيلانيكوم فإنها تنمو في هذه الدولتين فقط، سريلانكا والجزء الشمالي الشرقي في بلاد الهند. القرفة الحقيقية غالية الثمن، بينما القرفة المزيفة فهي توجد في كل مكان في السوق لأنها رخيصة جدا، وهذا سبب تواجدها بكثرة. القرفة المزيفة ليست جيدة للصحة، قد تتساءل لماذا؟ لأن استهلاكها اليومي أو على المدى الطويل يسبب مشاكل صحية كصداع الرأس ومشاكل في الهضم، وهي كذلك ليست صحية للكبد. لذلك فأفضل وصية هي أن تستهلك القرفة الحقيقية فقط لا غير، وإن توفرت القرفة المزيفة فلا تستعملها. قد تتساءل عن كيف تفرق بين الاثنين. إذا أخذت عصا السينموم والكاسيا فستتعرف مباشرة على الفرق بينهما. القرفة الحقيقية تتكون من قشرة رقيقة متموجة على شكل حلزوني، بينما القرفة المزيفة الكاسيا لديها شكل أنبوبي به تجويف، وسمكها عريض جدا وشكلها غير حلزوني. يمكن أن تجد تجويفين اثنين داخل لحاء واحد. هذا النوع من اللحاء يسمى الكاسيا. لحاء الكاسيا قاس جدا ويصعب كسره، بينما لحاء القرفة فهو هش جدا وينكسر بسهولة. القرفة الحقيقية سهلة التحضير في المنزل، بينما لحاء شجرة الكاسيا قاس جدا وطحنه ليس بالسهل. هذا هو الفرق بين الاثنين بالأساس. كذلك فمسحوق القرفة الحقيقية يكون لونه بني فاتح، أما مسحوق القرفة المزيفة الكاسيا يكون لونه بني غامق. ولذلك يجب عليك البحث عن القرفة الحقيقية فقط. القرفة مفيدة جدا لصحة الإنسان، ولهذا السبب تستخدم في الطبخ حول العالم، وذلك لسبب وجيه. القرفة تقوم بالمساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم، ولذلك فإنها تساعد مرضى السكري بشكل كبير. القرفة تساعد مرضى السمنة على تخفيف الوزن. القرفة أيضا غنية بمضادات الأكسدة، لذلك فإنها مثالية لبشرة الجسم. القرفة تساعد على الهضم بشكل كبير، وهي تساعد على القضاء على معظم الالتهابات التي تحصل في الجسم وتحافظ على صحة المفاصل. الآن عرفتم الفرق بين القرفة الحقيقية والمزيفة، لذلك من فضلك انشر هذه المعلومة وشاركها مع كل صديق وكل فرد في العالم.